صلاة الجنازة أرى بعض المصلين يرفعون أيديهم في كل تكبيرة والبعض لا يرفع. المسألة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة، استدلالا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام. وقاسوا أيضا على الصلاة المعتادة ففيها أنك ترفع يديك مع كل تكبيرة، ترفع يديك مع كل تكبيرة وأنت قائم. أما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف جدا ضعفه أكثر العلماء. هذا ورفع اليد مع كل تكبيرة من تكبير، رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف هم الذين استدلوا بالحديث الضعيف المشهور والذي ضعفه أكثر المحدثين، ألا وهو أن النبي كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، حديث ضعيف.